قال رحمه الله تعالى أصحاب أبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله. وقد ذكر الترمذي في كتابه هذا أن الثوري وشعبة شرع المؤلف رحمه تعالى يتحدث عن أبي إسحاق السبيعي وهو الإمام عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، وهو أحد أئمة التابعين وأكابر الحفاظ، وهو أحد الستة الذين ذكر علي بن المديني أن أحاديث الإسلام تدور عليهم، وهم الزهري في المدينة وعمر بن دينار في مكة ويحيى ابن أبي كثير في اليمن وقتادة ابن دعامة السدوسي بالبصرة والأعمش بالكوفة وأبو إسحاق السبيعي بالكوفة. وقد توفي أبو إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله سنة 27 على قول الأكثر، عن 95 سنة. وعلى هذا يكون مولده 32 تقريبا، وعلى هذا يكون مولده 32 تقريبا في نفس العام الذي توفي فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد روى عمرو بن عبد الله وهو أبو إسحاق السبيعي وقد اشتهر بكنيته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وحدث عن البراء وقد سمع منه، وروى عن طائفة من التابعين، وله أصحاب كثيرون وهم طبقات، وفي الذروة الثوري وشعبة وإسرائيل، وروى عنه جماعة من الأكابر الذين لا يقلون عن هؤلاء حفظا وضبطا ولكن بآخره، كزهير ابن معاوية أبي خيثمة الإمام الحافظ الكبير الذي قال عنه بعض الأئمة يعدل 20 من مثل شعبة. ومع كوني زهير بن معاوية روى عن أبي إسحاق بآخره إلا أن الشيخين قد احتجا بحديثه، وأما إسرائيل فهو دون شعبة وسفيان ودون زهير إلا أنه في أبي إسحاق ثقة، وإسرائيل في أبي إسحاق أوثق منه في غيره. نعم. وقد ذكر الترمذي في كتابه هذا أن الثوري وشعبة أثبت وأحفظ من جميع من روى عن أبي إسحاق. وقال ابن المديني سمعت معاذ بن معاذ وقيل له أي أصحاب أبي إسحاق أثبت؟ قال شعبة وسفيان، ثم سكت. وقال ابن أبي خيثمة سمعت ابن معين يقول أثبت أصحاب أبي إسحاق الثوري وشعبة وهما أثبت من زهير وإسرائيل وهما قارنان. قال وسمعت ابن معين يقول لم يكن أحد أعلم بحديث أبي إسحاق من الثوري
وقال عثمان الدارمي سمعت سألت يحيى شعبة أحب إليك في أبي إسحاق أو سفيان؟ قال سفيان. وقال أبو زرعة أثبت سفيان في الجملة مقدم على شعبة. وقد ذكر أبو داود رحمه الله تعالى بأن شعبة وسفيان قد اختلفا في 50 حديثا القول فيها ما قال سفيان. وكذلك ذهب جماعة إلى أن سفيان في أبي إسحاق السبيعي أحفظ من شعبة. كما أنه ذهب الطائفة إلى أن إسرائيل في أبي إسحاق أضبط من شعبة، وإن كان شعبة في الجملة أضبط من 1000 من مثل إسرائيل. كذلك زهير ابن معاوية الحافظ الضابط روى عن أبي إسحاق بآخره، فتكلم في هذا جماعة من العلماء. ولكن الظاهر أن زهيرا وين روى عن أبي إسحاق بآخره إلا أنه ضابط لحديثه، لأن مسألة اختلاط أبي إسحاق السبيعي فيها نظر، والصواب أن أبي إسحاق لم يختلط وإنما تغير حفظه لا غير، ولم يكن اختلاطه اختلاط عدم تمييز، فهذا لا يستطيع أحد أن يثبته، وإنما كان اختلاط أبي إسحاق عما كان عليه من قبل. فإن العالم إذا تقدم به العمر وتقدمت به السن لا يكون حفظه بمنزلة ما كان في الشباب، يكون أقل حفظا. فقال بعض العلماء عن أبي إسحاق بأنه قد تغير، ظن من سمع ذلك أنه قد اختلط، فقال إنه قد اختلط وهذا غلط، فأبو إسحاق لم يختلط. وعلى هذا مرويات زهير عن أبي إسحاق صحيحة، ولعل هذا هو السر في احتجاج الإمام البخاري بزهير في الأصول عن أبي إسحاق، فكأن البخاري رحمه الله لم يعبأ بما قيل في هذا. وقال أبو زرعة أثبت أصحابي أبي إسحاق الثوري وشعبته وإسرائيل وشعبته أحب إلي من إسرائيل. وقال أبو حاتم الرازي سفيان أتقن أصحاب أبي إسحاق وهو أحفظ من شعبة، وإذا اختلف الثوري وشعبته في الثوري. وقال أبو عثمان البردعي سمعت أبا زرعة يقول سمعت ابن نمير يقول سماع يونس وزكريا وزهير بن أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقال أبو زرعة إذا فات شعبة وسفيان فزهير خلف ثم زائدة. وقال البردعي حديث أبي إسحاق من حديث شعبة وسفيان الثوري إذا اتفقا لم يختلفا صحيح، فإذا اختلف كان القول قول سفيان لأنه أحفظ الرجلين. وقد روي عن أحمد أنه يقول يقدم قول شعبة في أبي إسحاق. قال الميموني قلت لأبي عبد الله من أكبر في أبي إسحاق؟ قال ما أجد في نفسي أكبر من شعبة فيه. ثم الثوري قال وشعبة أقدم سماع من سفيان. قلت وكان أبو إسحاق التأخر؟ قال إي والله هؤلاء الصغار زهير وإسرائيل يزيدون في الإسناد وفي الكلام. ونقل جماعة عن أحمد بتقديم شريك على إسرائيل في أبي إسحاق وقال إنه أضبط عنه أقدم سماعا. قال ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق وقدم شريكا في أبي إسحاق. من أعظم الاختلاف الوجد بين شريك وبين سفيان وشعبة هو حديث لا نكاح إلا بولي، وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري، وعنه ابنه، وعنه أبو إسحاق السبيعي، وعنه جمع غفير.
منهم إسرائيل وهو من أوثق الناس أبي إسحاق السبيعي قيس بن الربيع وشريك وطائفة، بينما رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا موسى الأشعري. وقد رجح الترمذي رحمه الله في جامعه طريق إسرائيل، لأن إسرائيل ومن رواه وتابعوا عليه قد رواه في مجالس متفرقة بخلاف سفيان وشعبة، فقد روياه في مجلس واحد. وهذا تصحيح بالقرائن. وقد قبل هذا الخبر جمع من الأئمة، كما أنه ضعفه ورجح إرساله جمع من الأئمة. وينبني على هذا الحديث المسألة الفقهية المشهورة: هل يصح نكاح المرأة بلا ولي؟ بمعنى هل للمرأة أن تزوج نفسها؟ الجمهور يحرمون ذلك ويجعلون العقد باطلا. وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة صححون العقد، وكل من صحح هذا الخبر قال بموجبه لا نكاح إلا بولي. والمرأة العاهر يقولون هي التي تنكح نفسها. قال: ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق، وقدم شريكا في أبي إسحاق على يونس وأبي الأحوص أيضا. يونس ضعيف الحديث، يونس سيء الحفظ ضعيف الحديث. وأبي الأحوص أيضا. وقال في زهير وزكريا: ليس حديثهم بالقوي عن أبي إسحاق، وإن كان ثقتين، السبب أنه روي عنه بآخره، ولكن تقدم أن أبي إسحاق لم يختلط. نعم، نبي إسحاق. وقال: إذا اختلف زكريا وإسرائيل في أبي إسحاق. إسرائيل. وقال: إسرائيل وزكريا. لا، إسرائيل ثقة في أبي إسحاق. كل نسخ عندكم هكذا؟ زكريا. ما في إشكال زكريا. إسرائيل. ما في إشكال هنا، بس النسخة عندك. إسرائيل. نبه عليك الحاشية. يقول بياض الحاشية. النسخ اللي عندكم كلها؟ نعم. ما في إسرائيل. هذا اللفظ. قال: ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق. وقال في زهير وإسرائيل. ونقل جماعة عن أحمد تقديم شريك على إسرائيل في أبي إسحاق، وقال إنه أضبط عنه وأقدم سماعة. قال: ويختلف على إسرائيل في حديث أبي إسحاق، وقدم شريك في أبي إسحاق على يونس وأبي الأحوص. على يونس وأبي الأحوص. رجعت اللفظ هكذا في مسائل أبي داود. جيد، بس بالنسبة لللفظ هذا لكن بالمعنى يأتي لي معنى هذا، فإن زكريا حب إلي في أبي إسحاق إسرائيل. والنسخة اللي لك يقول فيه بياض. الأصل عدم ذكر إسرائيل، وإن كان في كلام إسرائيل في أبي إسحاق، لكنه ثقة في أبي إسحاق. الصحيح أن إسرائيل ثقة في أبي إسحاق. وأما شريك فهو سيء الحفظ، وهو على الصحيح وإن كان ثقة في أبي إسحاق إلا أنه دون إسرائيل. تقدم قبل قليل من قدم إسرائيل على شعبة في أبي إسحاق،
لأنه قديم السماع ضابط لحديثه. ولكن في الجملة لا يمكن مقارنة إسرائيل بشعبة. وأما زهير فتقدم الجواب عنه. وقال إذا اختلف زكريا وإسرائيل في أبي إسحاق فإن زكريا أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل. ثم قال ما أقربهما. ونقل الأثرم عن أحمد قال ما أقرب حديث زكريا بن أبي زايدة. ما أقرب حديث ما أقرب حديث زكريا بن أبي زايدة. هذا لا يقصد الاستفهام، فإن يقصد الاستفهام ما أقرب حديث، ما أقرب حديثة. قال ما أقرب حديث زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق، ولكن سمعه عندي مع هؤلاء الذين سمعوه بآخرة. قال وضعف حديث يونس بن إسحاق عن أبيه، وقال حديث إسرائيل أحب إلي منه. ونقل عثمان بن سعيد عن يحيى قال شريك أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل وهو أقدم. ونقل الدوري عنه قال زكريا وزهير وإسرائيل حديثهم في أبي إسحاق قريب من السواء، سمعوا منه بآخرة. إذا إنما صاحب أبا إسحاق سفيان وشعبة. وقال العجلي رواية زكريا بن أبي زايدة وزهير بن معاوية وإسرائيل عن أبي إسحاق قريب من السواء. قال ويقال إن شريكا أقدم سماعا منه. وقال المديني الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق. وذكر عثمان بن سعيد عن ابن معين قال شريك أحب إلي في أبي إسحاق من إسرائيل وهو أقدم. قيل له أبو الأحوص أحب إليك فيه أبو بكر ابن عياش. قال ما أقربهما. وإن كان أبو الأحوص وسلام بن سليم ثقة في نفسه. ونقل يزيد بن هيثم عن يحيى بن معين قال شعبة وسفيان وأبو في أبي إسحاق جميعا واحد، يعني لا يرجح أحدهما على الآخر. قال وزهير وإسرائيل وشريك وأبو عوانة في أبي إسحاق واحد، وإسرائيل أقدم من عيسى ليس به بأس. وقد رجح الطائفة من إسرائيل في أبي إسحاق وخاصة على الثوري وشعبة، منهم ابن مهدي. وروي عن شعبة أنه قال أنه كان يقول في أحاديث أبي إسحاق سألوا عنها إسرائيل فإنه أثبت منها فيها مني. وقد سبق ذكر هذا مستوفى أيضا في أول الكتاب في الكلام على حديث ابن مسعود في الاستنجاب الحجرين وألقى الروثة، وفي كتاب النكاح في الكلام على حديث النكاح بغير ولي أصحاب إبراهيم بن يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد قائل رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى أصحاب إبراهيم بن يزيد النخعي ذكر علي بن المديني عن يحيى بن معين عن يحيى بن سعيد قال ما أحد أثبت عن مجاهد وإبراهيم من منصور. فقلت ليحيى منصور وأحدث أحسن حديثا من عن مجاهد من أبي بن جريح. قال نعم وأثبت. وقال منصور أثبت الناس. وقال أحمد حدثني يحيى قال سفيان كنت إذا حدثت الأعمش عن بعض أصحاب إبراهيم قال فإذا قلت منصور سكت. وقال يتحدث الحافظ ابن رجب رحمه تعالى عن إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي، وهو أحد الأئمة الكبار وأحد أوعية العلم، وهو من خيرة أئمة التابعين. وقد توفي رحمه الله سنة 96 عن 50 عاما، وهذا يعني أنه قد ولد سنة 40. وقد ذكر علي بن المديني رحمه الله أن إبراهيم بن يزيد لم يلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعه على ذلك أبو حاتم. وذكر آخرون بأن له رؤية وليس له سمع. وأما السماع فهذا مسلم به، فإن إبراهيم
لم يثبت له سماع عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ولد سنة 40، وقد ولد قتادة سنة 60، ولو سماع عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والزهري ولد سنة 50، ولو سماع عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأئمة لا يختلفون في جلالة قدر إبراهيم النخعي، فهو أحد أكابر أئمة المسلمين، ولو أصحاب كثيرون قد يختلفون عليه في بعض الأحاديث، فنحن نتعرف على طبقاتهم لترجيح بعضهم على بعض حين الاختلاف. نعم. قال ابن المديني عن يحيى بن سعيد عن يحيى عن سفيان قال: كنت لا أحدث الأعمش عن أحد لا أحدث الأعمش عن أحد إلا رده، فإذا قلت منصور سكت. وذكر ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قال: لم يكن أحد أعلم بحديث منصور من سفيان الثوري. نعم، هذا أقول سفيان الثوري، طبعا في حديث منصور تقدم عندنا، نحن نتحدث على حديث إبراهيم، وقد قال جماعة بأن أوثق الناس في إبراهيم هو مجاهد، ومجاهد هذا هو ابن جبر، تقدم الحديث عنه، وإن لم نتحدث أيضا عن أصحابه، ومن أكابر أئمة التفسير، وهو الذي عرض المصحف على ابن عباس 3 عرضات، يوقفه عند كل آية يسأله عنها. نعم. ورجح الطائفة الأعمش على منصور في حفظ إسناد حديث النخعي، قال: وكي الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم منصور. وقد ذكره الترمذي في باب التشديد في البول من كتاب الطهارة، واستدل به على ترجيح قول الأعمش في على ترجيح قول الأعمش، لكن كلهم ثقات، منصور والأعمش ومجاهد كلهم ثقات في إبراهيم، إنما الحديث فقط عن من هو أوثق أو عن من يقدم، ولكن لا يعني أن البخاري قدم حديث الأعمش في موضع أنه يقدمه مطلقة، فالظاهر أن هذا تقديم نسبي، أن هذا تقديم نسبي ليس تقديما مطلقا. قد أشرت إلى هذه القاعدة أكثر من مرة، أن الراوي قد يرجح في مواضع دون مواضع، وأن هذا من الأمور النسبية، كالاختلاف في أصحاب الزهري واختلاف في أصحاب نافع. تقدم عندنا في اختلاف في أصحاب نافع حين رجحنا رواية مالك وعبيد الله على رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر في حديث إذا حلف فقال في حلف إلا فقال في حلف إن شاء الله لم يحنث، قلنا أن الراجح وقفه، فهذا ترجيح نسبي، لأن أيوب أيضا ثقة ثبت في نافع، لا يعني هذا أننا كلما رأينا اختلاف هؤلاء على أيوب قدمناهم عليه، قد نقدم أيوب أحيانا لأن من الاختلاف النسبي. نعم. استدل به على ترجيح قول الأعمش في حديث ابن عباس القبرين: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس، وأما منصور فرواه عن مجاهد عن ابن عباس. وكذلك ذكره أيضا في كتاب الصيام في باب صيام العشر، واستدل به على ترجيح رواية الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، قال: على قول منصور فإنه أرسله. ورجح الطائفة الحكم، قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن من أثبت الناس في إبراهيم، فقال الحكم ثم منصور. وقال أيضا: قلت لأبي: أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال الحكم ثم منصور ما أقربهما. ثم قال: كانوا يرون أن عامة حديث أبي معشر إنما هو عن حماد يعني ابن أبي سليمان. حماد بن سليمان تقدم الحديث عنه، وأنه صدوق سيء الحفظ، وأشرنا إلى حديثه: رفع القلم عن 3، وتفردوا بهذا الخبر في نظر،
قدم أن هذا الخبر صح عن علي موقوفا، روى البخاري في صحيح تعليقه ويشعر بأن له حكم الرفع لأنه يقول لعمر وقد علمت. أما المرفوع ففي سناده نظر، لأن من رواية حماد هذا، وهو من أهل الفقه والضبط وليس من أهل الضبط في علم الحديث. وقال حرب عن أحمد قال كان يحيى بن سعيد يقدم منصورا والحكم على الأعمش. قال ابن المديني قلت ليحيى بن سعيد أي أصحاب أب إبراهيم أحب إليك؟ قال الحكم ومنصور. قلت وأيهما أقرب أحب إليك؟ قال ما أقربهما. وقال يعني جميعا ثقتين وهما متقاربان في إبراهيم، والتقارب لا يعني من الامتناع عن الترجيح، لأن هناك فرقا بين الترجيح من حيث العموم وبين الترجيح في الأمور النسبية، فإن الأمور النسبية تبنى على القرائن فترجح طريقا على طريق، ولا يعني أنه أوثق منه مطلقا. وقال عثمان الدارمي قلت ليحيى بن معين الحكم أحب إليك في إبراهيم أو فضيل بن عمرو؟ قال الحكم أعلم أصحاب الأعمش وهو سليمان بن مهران، وهو سليمان بن مهران الكاهلي. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش. تقدم عندنا الأعمش، قلنا بأنه ولد سنة 60، توفي كم؟ الأعمش ولد سنة 60، ما ولد سنة 60، شعبة ولد سنة 80، 148. هل هو تابعي؟ نعم. سمع ممن؟ سمع من أنس. كيد إشارة سيد رأى أنس من ذلك. نعم، قيل له رؤية لأنس فليس له سمع، لكن أصبت هو تابعي، وإذن هو معدود في التابعين ولكن في صغارهم، وإذا قلنا في الصغار والكبار مقصود طبقات، ولا في كلهم كبار رحمهم الله. الأعمش رحمه الله تعالى هو أحد الأئمة الستة الذين ذكرهم علي مدينة تدور عليهم الأسانيد. من هم؟ عمرو بن دينار في مكة، الزهري في المدينة، الأعمش في الكوفة، أبو إسحاق في الكوفة، قتادة في البصرة، ويحيى بن أبي كثير. طيب ما في مانع، صحيح، لكن على الخلاف، لأن ذكرنا الخلاف قلنا أن بعض العلماء يقول إذا جلس الرجل في البلد 6 أشهر نسب إليهم، على الخلاف. ولا يحيى بن كثير مولى الطائيين، ولا علاقة الطائيين باليمن، فبالتالي يقول لأنه جلس في اليمن 6 أشهر وهذا لا يضر. تقدم الخلاف في هذا وأنا تكلمت على هذا الموضوع. نعم. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يكن أحد أعلم بحديث الأعمش بن سفيان الثوري. قال وسمعت يحيى بن معين يقول أبو معاوية كان إذا ذكرناه بحديث الأعمش فكأننا لم نسمع الحديث، يشير إلى كثرة حديثه وسعة حفظه. قال ابن أبي حاتم ثنى أحمد بن سنان الواسطي سمعت عبد الرحمن بن المهدي يقول ما رأيت سفيانا لشيء من حديثه أحفظ منه لحديث الأعمش. أحفظ منه لحديث الأعمش. قال ثنى أبو بكر الأعين قال سمعت أحمد بن حنبل وقلت له من أحب الناس إليك في حديث الأعمش؟ قال سفيان. قلت شعبة. قال سفيان. ثنى محمد بن إبراهيم قال ثنى أنبانا عمرو بن علي قال سمعت أبا معاوية يقول كان سفيان يأتيني هنا فيذاكرني بحديث الأعمش فما رأيت أحدا أعلم بحديث الأعمش. أعلم بحديث الأعمش من قدم عندنا الحديث على طبقات الأعمش، لكن في كلام أبي عيسى وهذا في كلام ابن رجب. نحن لا نتحدث ونشرح التتمة التي وضعها ابن رجب رحمه الله، ولكن ورد عندنا في كلام أبي عيسى نفسه الحديث عن الأعمش، وتحدثنا عن الطبقات. اذكر لنا 5 من كبار أصحاب الأعمش من الطبقة الأولى على الصحيح، والذي كان طبعا في بعض الطبقات أبو معاوية محمد بن خالد الضرير منهم من ذكر في الطبقة الثالثة
وهو ثقة كما قال الإمام أحمد رحمه تعالى ثقة في الأعمش, وجماعة من العلماء يقول لا يسوي أحد في الأعمش. إذن هو من الطبقة الأولى, وإن كان سفيان رحمه الله أوثق منه في الأعمش أو شعبة أوثق منه في الأعمش, لكن يبقى أنه من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية. نريد خمسة من أصحاب الأعمش, لأن شرحنا طبقات الأعمش فيما مضى, لكن هذا في كلام ابن رجب زاد على ما تقدم. يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان. شعبة. شعبة. سفيان الثوري. سفيان الثوري. أكيد يحيى بن سعيد القطان. نعم. نعم. دل عليه. مر علينا بالطبقات. نعم. مر علينا بالطبقات. ده كلام الكريم. صحيح. بس من طلقة الأولى تدل على ذلك. من طلقة الأولى ترجم لنا ليحيى بن سعيد القطان من هو؟ هو الذي أولا قبل ذلك عرف لنا الطبقة, كيف نستفيد الطبقة, كيف نميز الطبقة من الطبقة الأولى الطبقة الثانية كقاعدة كلية, ما على ماذا نبني نحن؟ على الضبط. على الضبط والحفظ. والحفظ والمعاصي. الملازمة. طبيعة الملازمة وضابط وحافظ ومقل يمكن نجعل في الطبقة الأولى. قد يكون بنفس الشيخ. إذا ننشط الكثرة. نعم ملازمة مع الكثرة. لأن الملازمة من لوازمها يكون مكثرا. وكان ليس بلازم. لأن أبا بكر رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أقل الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. توفي يحيى بن سعيد القطان 198. تقعد معي ترجمة. وصف على دوري لم أرى كان يناقش سفيان قلم قل تأتني بشيء بإنسان ولا تأتني بشيء. قوة حفظه. نعم يلا أكمل طبقات. طبقات القطان يحيى. طبقات اثنين. طبقة الأعمش. شعبة. ثوري متى ولد؟ متى ولد الثوري ومتى توفي؟ متى ولد؟ 97. ولد الثوري سنة 97 صحيح. متى توفي؟ 190 60 او 160. يعني قلنا ان الامام احمد ولد بعده وفاته باربع سنوات صحيح. طيب ابن علينا متى ولد؟ 101. اعطيك خيارات. يضبط الخيارات. اعطيك خيارات. سنة 80 سنة 90 وسنة 107. كان أحيانا أعطي هذه خيارات غلط كلها تصير غلط. أو لازم أعطي خيارات كلها تصير. يعني لازم يكون أعطي خيارات فيها واحد صحيح. نعم. 107. يعني مرة ذكرنا واحدة صحيحة. صحيح 107. متى توفي؟ 198. ثلاثة توفي في عام واحد؟ توفي في الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. الرحمن المهدي. ويحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن سعيد القطان. سفيان بن عيينة. طيب الأعمش متى ولد؟ الأعمش ولد 50. 50. من اللي مولد معه في هذا العام؟ 60 شيخنا أحسن الله. 60. من اللي ولد معه في هذا العام؟ في هذا العام ولد أيضا شعبة. شعبة. قتادة. ما أدري أيهم. قتادة. قتادة وشعبة. قد يكون متقدم شيء. متى ولد شعبة؟ شعبة متوفى 127. لا ما توفي سنة 127. شعبة. شعبة توفي سنة 160 أو 80. ما حظا. أنا أعطيك خيارين. توفي شعبة ما فيه لازم 160 ولا 180 شعبة. 127. أكيد مرة ترى ما فيه كلام. 127. لا شعبة ما توفي 127. شعبة لم يتوفى 127. شعبة ولد سنة 80 وعاش 80.
إذا متى توفي؟ 160 160 شاء الله. متى توفي الأعمش؟ إحنا الحين في الأعمش حقيقة أخذنا الأعمش كان مفروض يعني تعليقات يسيرة لأن أخذنا الأعمش 148 شيخ. نعم 148 صحيح. قلت لكم بالأمس إذا أردتم الضبط لا بد تجمع القرائن. طبعا الأمور نظرية لا بد أن الأخوان يطبقون مرة عملية النظر في استفادة ولا لا، بمعنى الإنسان يبحث وينظر هل استفاد، كيف يخرج الحديث، وإذا خرج كيف يصحح كيف يضعف، إذا اختلف الرواة كيف يرجح بين الرواة بعضهم على بعض حيث يصل إلى الدرجة النهائية. نعم. وقال علي وقال يحيى بن سعيد سماعي من سفيان عن الأعمش أحب إلي من سماعي من الأعمش. قال ابن أبي حاتم لكن في الجملة أوثق الناس عن الأعمش تقريبا هو سفيان الثوري رحمه الله. في الجملة أوثق الناس عن الأعمش هو سفيان الثوري رحمه الله. ويلي شعبة. وقد ذكر أبو داود رحمه الله بأن سفيان وشعبة اختلفا في 50 حديثا القول فيها ما قال سفيان، هذا دليل على تقدم سفيان على شعبة. هل هذا تقدم سفيان على شعبة في الأعمش خاصة؟ في جميع الشيوخ. طيب طيب عمن عمن يرويان يتفقان في الرواية عنهم؟ عمن يعني نحن الآن نتحدث عن رواية سفيان وشعبة عن الأعمش. طيب سفيان وشعبة عمن يرويان؟ من كثير يحيى بن سعيد القطان. لا عفوا يرويان عن لن يحيى بن سعيد القطان ليس من مدة هؤلاء. يحيى بن سعيد متأخر. نحن نعرف يحيى بن سعيد القطان من تلاميذ من شعبة. نعم. متى ولد يحيى بن سعيد القطان؟ يحيى بن سعيد القطان متى ولد؟ ولد سنة 5 من تلاميذه ليس من شيوخه ابو اسحاق السبيعي اشترك في رواية عنه. طيب متى ولد يحيى بن سعيد القطان؟ من منكم يعرف؟ 32. نعم 32. لا اللي ولد سنة 32 هو ابو اسحاق السبيعي. نعم ابو اسحاق السبيعي وفاته 32. ابو اسحاق السبيعي ولد سنة 32 عاش يعني 100 عام؟ ما عاش 100 عام. ما تدوف في اسحاق السبيعي ذكرته. تعبك الله كم تقول العامة. ولا سنة 32 ابو اسحاق كم تدوفي؟ بعد ال 100. نعم؟ بعد ال 100. ما ادري عطنا ما تدوفي؟ 104. ما نخبرك عطنا الصحيح مرة. انت اللي فتحت الباب على نفسك. ولا سنة 32. نعم؟ كيد صح عليه؟ عن كم؟ 95. عن 95 أو 96 عام فعلا يكون ولد؟ 32 ذكرنا بالأمس هذا حقيقة. أنا حسبناه بالطريقة هذه. شيخ ما جمعت عندك شيخ متى ولد هذا يعني في سنة واحدة كم شهر؟ لا ابحثوا. طيب ما نحب نخرج يعني يحيى بن سعيد متى ولد؟ سبعة. نعم 107 كيد. نعم هذا من الأقوال لكن قيل من ولد 100 300 طفع على هذا. أنا بإسماعيل موجود أطلع أجلس. الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال أبي حاتم وسمعت أبي يقول أحفظ أصحاب الأعمش الثوري وقال يعقوب ابن شيبة. يعني تقدم عندنا بالأمس الحديث عن الأعمش. أسئلة عاجلة للإخوان. متى ولد الأعمش بسرعة؟ 60 سنة 60. من معه ولد في هذا العام؟ قتادة. متى توفي الأعمش؟ 148. أذكر لنا 5 من أصحابه من أصحاب الأعمش. نعم يونس. يونس إسماعيل بن أبي طالب. من يونس هذا؟ يونس بن يزيد أصحاب الزهري.
نعم في أصحاب الزهد. من أصحاب الأعمش تكلم؟ ما زالت المشكلة. منصور. منصور صحيح. منصور بن من هذا؟ منصور بن المعتمد. بن المعتمد صحيح. منصور بن المعتمد. أيضا معمر بن راشد. معمر بن راشد معمر راشد في الأعمش ليس بذاك. نعم. ليس من أصحاب الكبار. معمر بن راشد قلنا أن رواية عن أهل العراق. نعم. الضعيفة خاصة عن أهل البصرة. نعم. والأعمش كوفي ولا بصري؟ الأعمش كوفي. أو بغدادي؟ اختار بغدادي أو كوفي أو بصري. الأعمش كوفي. نعم. صحيح. قتادة؟ قتادة سدوسي. هو سدوسي قتادة بصري. ومسحاق السبيعي بخيارات ولا تجاوب؟ بصري. بصري اعطيك خيارات. نعم اجل بصري غلط. شق السبيعي بغدادي او نينوى وراه من الموصل او بغدادي كلهم عراقيون لكن في مدارس كانت. نعم بغدادي الى غرب كوفي. نعم صحيح. يلا خمسة من أصحاب الأعمش. أنا أنت. نعم. شعبة. سفيان الثوري. ومنصور. منصور بن معتمر. نعم. سنان. يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد. أبو معاوية. القطان وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير. فصل لنا من يفصل لنا في مرويات محمد بن خازم الضرير. سبع. فصل لنا. روى عن شعبة فهو من هو صحيح. أبو معاوية عن شعبة؟ عفوا عن الأعمش. عن الأعمش. إذا روى معاوية عن الأعمش فهو ثقة حتى أن جمع العلماء يرونه بمنزلة سفيان وأنه أوثق حتى من شعبة في الأعمش. معنا جماعة أيضا ذكروا في الطبقة الثالثة فصلنا فيه فيما مضى. ولكن إذا روى عن غير الأعمش طلب خصوصا قتال مطلقا يضرب أو في ناس خاصين في قتالها أو في شيء من عروة شيء من عروة قد يخطي. لكن في الجملة هو صدوق لكن يخطي في طبقة من هؤلاء تثبت من حديثه خاصة في المفردات فيما مضى. أخذنا بعض الطبقات تبغى مجال خبرك هنا بس بقى لبقى شاطرة عتبت عليك أشوفك هذا تغاب عنا. نعم ذكر لنا عددا من الطبقات ذكرناها شرحنا عدة الطبقات من هم؟ نافع. طبقة نافع متى ولد نافع متى توفي؟ ولد في 24 وتوفي 117. طيب ماذا طبقات من ما مر علينا من؟ مرنا الحسن البصري. حسن البصري متى ولد متى توفي؟ ولد في عام 21 سنة 21 صحيح توفي 110 صحيح. توفي عالمان في هذا العام وشاعران. من هما العالمان ومن الشاعران؟ العالمان بن سيرين والبصري. العالمان بن سيرين والبصري والشاعران فرزق وجليل. فرزق وجليل. ذكر لنا خمسة من أصحاب الحسن البصري. قتادة. قتادة صحيح. قتادة نعم. شعبة متأكد ليس هؤلاء من أصحابه. محمد بن حجاج صواب. نعم. وما أرسى منهم يونس بن عبيد. يونس بن عبيد رجاء. نعم رجاء. أي منبع أيضا خامس. نعم حفص. نعم عبد الله بن عون. عبد الله بن عون باقي كثيرا بيد الأعلام والطبقة. نعم وخذنا فيما مضى أيضا من خذنا الطبقات. خذنا الزهري. متى ولد الزهري؟ سنة 50. متى توفي؟ 124. سنة 124. تقول لنا خمسة من أصحابه. الزهري يونس. يونس بن يزيد ولا يونس بن عبيد؟ يونس بن يزيد. يونس بن يزيد. طيب يونس بن عبيد وش هذا؟ نعم ما أخذناه؟ قبل قليل ذكرناه. قبل قليل ذكرناه. متى معنا؟ كان لما كتب خالد الأيلي. لا لا يونس بن عبيد. ما هو يونس بن عبيد؟ لا
ما الفرق بين يونس بن يزيد ويونس بن عبيد؟ صاحب الزهري ولا صاحب الحسن؟ نعم صاحب الزهري ولا صاحب الحسن البصري. نعم معمر صحيح. ابن عيينة صحيح. شعيب بن ابي حمزه بقي واحد من المقدمين في من هو؟ هو زهري نصر كذا. من هو؟ مالك بن انس. مالك متى ولد مالك؟ 63. متى توفي؟ 169. يعني الإمام أحمد ولد بعد وفاته بكم؟ الإمام أحمد متى توفي؟ 204. لا هذا ولا هذا كله هذا. ركز. 42. نعم. لا باقي نقص واحد نقص 241 لكن مالك ما توفي بالسنه ذاتها غلط 169 غلط 179. طيب لما اربع بنذكرهم بسرعه. سبيع نبدا بك بابي حنيفه توفي 204. متى ولد ابو حنيفه؟ نعم متى توفي؟ لا أعطيك خيارات. خيارات جيد. توفي سنة 138 149 150. أختر خيارات. نعم ولا واحدة كل غلط. معك دفتر أنت؟ لا ما اسمع من دفتر. لا بد من دفتر تقيد. إلى كتاب علا. كتاب علا يضيع العلا. دفتر يبقى معك تراجع. في واحدة صح. 50. ما أدري. في واحدة صح. خونا جوارة. لا خونا أنت تعرف. تفضل. هذا خونا السوري. إيه أنت. أنا 150. نعم ولد 150. ولد 150؟ ترجع تاني لورا. الحين قلنا احنا ولد سنة 80، شلون ولد 150؟ نعم وراكم ما ضبطتوا ليش؟ قبل ايام ضبطين لقنا الواحد على طول. سنة 150 كيد؟ نعم 150 ولد سنة 80. من هو الذي ولد في نفس العام اللي توفي فيه ابو حنيفه؟ الشافعي. متى توفي الشافعي؟ 204. مالك متى ولد؟ 83. او 43. 93. نعم 93. متى توفي؟ 179. اهل الامام احمد متى ولد؟ 160. اللي توفي فيها من توفي عام 160؟ شعبه. وايضا سفيان الثوري. والإمام أحمد ولد نفس العام توفي فيه هؤلاء؟ ولد فيه نعم ولد 161 و160. لا زودي شوي. 164. الإمام أحمد ولد سنة 164. متى توفي؟ 241. صحيح كله صحيح. طبقات يلا قتادة. متى ولد قتادة؟ 160. متى توفي؟ 117. 117 طبعا في زول فيها صحيح كلام. طيب اذكر لنا خمسه من تلاميذ قتاده. شعبه. عرضنا الثلاثه الطبقه الاربعه الطبقه الاول. هشام الدستواي. حماد بن سلمه. لا ليس منهم. بن سلمه ضعيف في قتاده. حماد بن زيد في كلام. سعيد بن عروبه. قال هشام الدستواي وباقي همام بن يحيى البصري. بك الخامس من هو؟ خامس ذكرت أربعة الآن. أبان بن يزيد العطار. نعم. وقال يعقوب بن شيبة سفيان الثوري وأبو معاوية مقدمان في الأعماش على جميع من روى عن الأعماش وذكر عن علي بن المديني قال كان أبو معاوية حسن الحديث عن الأعماش حافظا عنه وذكر بإسناده عن جرير بن عبد الحميد قال أبو معاوية حافظ حديث الأعماش ونحن أخذناها من اللقاء. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه قال أبو معاوية كنا إذا قمنا من عند الأعمش كنت أمليها عليهم. قال أبي أبو معاوية من أحفظ أصحاب الأعمش. قلت له مثل سفيان. قال لا سفيان في طبقة أخرى
مع أن أبا معاوية يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش. وقال عبد الله أيضا قال أبي في أصحاب الأعمش سفيان أحب إلي وأبو معاوية في الكثرة والعلم بالأعمش. ونقل عثمان بن سعيد عن يحيى بن معين قال سفيان أحب إلي في الأعمش من شعبة. قال وأبو معاوية وأنا متى شعبة أنت استغربت أعطيك خيارات نعم. ولد سنة 60 ولد سنة 70 ولد سنة 90 60 70 نظن غلط ولا 60 ولا 60 ايش بقى؟ ما في 90 ولا 90 غلط وخيارات الأساس مغلوطة كلها تبين الضابط منها اللي بيتخرص هذاك دائما استعمل الشيخ ما كله غلط. أعطيك خيارات صحيحة. نعم خيارات صحيحة 78 80 88 80 صحيح. يلا متى توفي؟ 160 كذا أنا خمسة من أصحابه خمسة من أصحاب شعبة الثوري ثوري من أصحاب شعبة ومن أقران شعبة من أقران وما أخذ منه لكن ليس من أصحابه. إحنا نريد أصحاب الطبقة الأولى قتادة قتادة أو شعبة عن قتادة لا شعبة عن قتادة شعبة عن قتادة ليس قتادة عن شعبة لا أصحاب شعبة أذكر أنا أصحاب شعبة شبايع أصحاب شعبة يحيى بن سعيد القطان محمد بن رحمن المهدي صحيح. أحمد بن حنبل نعم مرة أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل طيب الناس أحمد بن حنبل لا لماذا أحمد بن حنبل غلط نعم لأنه أحمد التلميذ يحيى بن سعيد القطان طيب ولا مانع يأخذ من التلميذ يأخذ من شيخ التلميذ سلم ما هي مانع زريع بن يزيد بن طيب خلينا في أحمد الحنبل القاضي يبدأ هنا تلتطور أحمد الحنبل رضا عن شعبة لا لماذا لا مدركه لأنه ولد بعد وفاته يعني صار ولد بعد وفاته بأربع سنوات كيف يدركه كيف يدركه طيب قلنا أنا خامسة من تلميذ شعبة يحيى بن سعيد نعم رحمه مهدي غندر غندر محمد جعفر هذا راوية شعبة نعم شعبة زوج أمه زوج أمه نعم والطيار سيدنا الوليد أبو الوليد الطيار أبو الوليد الطيار سيدنا أبو الوليد الخامس معاذ العنبري معاذ العنبري صحيح ضابط. طيب ما معنى غندر ما معنى غندر لا قبل هو محمد بن جعفر اسمه إيه؟ ما أنا غندر لماذا قيل غندر شارب نعم لقب اطلق عليه لأنه كان يشارب عشان الحفظ نعم الحافظ اسمه غندر هذاك الحافظ بندار بندار هو اللي قال الحفظ بندار من كان بندر الحديث قال أما غندر لا غدر يا شيخ نعم غدر لا غدر الخائن الخائن وغندار المشاغب وبندار علي بندر الحديث الحافظ زهري شيخنا نعم زهري زهري ما ادري مصحف شعبه سال كان سال 50 نعم ما له دخل بالمواليد يعني اذا صار شعبه زهري ولد سنه 50 وشعبه ولد سنه 80 يكون لماذا نقول شعبه يروي عن الزهري ليش الزهري يروي عن شعبه أنا سألك الحين سؤال. شعبة يروي عن الزهري؟ لا شعبة يروي عن الزهري. في دليل عليه؟ لأنه شعبة متقدم. طيب كل متقدم يروي عن الثاني؟ صار كل الدنيا تروي عن الثاني. أدركه. أدركه. ولا سألتك روى عنه؟ أنا سألت شيخ. أنا سألت قبل. أنا سألت. معاصر. ما روى عنه. ما روى. ما روى. أكيد. وهل رآه؟ والغريب أن الثوري شيخ ما روى عن الزهري. وهل رواه؟ شعبة هل رأى الزهري؟ ما أظن شيء. نعم؟ ما أظن. لماذا ما تظن؟ ما في الأسانيد شعبة عن الزهري. ممكن الواحد يذكر بالانقطاع، مقاطعة. نعم رأى لكن لم يروي عنه.
وش ذي راه؟ لكن راه بصفة أنه شعبة وبصفة أنه جندي بشرط من شرط بني أمية. قصة ذكرتها لكم. خدعه هشيم البشير. إيه نعم. ما رأوا على أنه الزهري، رأوا على أنه شرطي. قال رجلا قال له شيء من هذا، قال شرطي بشرط بني أمية وهو الزهري. ما لكن ما علم أنه الزهري، ما رأوا على أنه الزهري، ما رأوا عنه. شعبة ليس له رواية بالإطلاق عنها الزهري أبدا، مع أنه عاصر نعم. لأن الزهري يقول له توفي سنة 124 وشعبة ولد سنة 8 توفي سنة 160، كم أدرك من حياته؟ أدرك من حياته أكثر من 40 عاما، أدرك من حياته بالضبط، أدرك من حياته 44 عاما، لكن ما روى عنه ولا لقيه ولا جالسه أبدا. شعبة ما جالس الزهري أبدا. في طبقة شعبة هو شيب بن بشير نعم سمع من الزهري. ليس القضية قضية ما فضلت قضية معاصرة، هو شيب عاصر بإسحاق السبيعي وما سمع من شيء أبدا. لما سأل أيضا شعبة هشيم، شعبة كان جالس بإسحاق السبيعي يروي عنه، هشيم يمر به جالس يقول من هذا؟ يقول شاعر السبيع، شاعر السبيع، ما يقول له بأنه هو أبو إسحاق السبيعي، فما روى عنه. نعم ألا يحصون يرحلون، لكن أحيانا العالم يكتفي بشيوخ عصره. الإمام أحمد رحمه الله لو قدم الرحلة وكان يرحل وهو صغير كما فعل الشافعي، الشافعي رحل وهو صغير قرأ على مالك في العاشرة. الإمام أحمد لو رحل أدرك مالكا يعني الإمام أحمد، ولأن الإمام أحمد أدرك من حياة مالك نحو 13 عاما. الإمام أحمد ولد سنة 164 ومالك توفي سنة 179، كم أدرك من حياته؟ 13 عاما. لو رحل الإمام أحمد أدركه، لكن ما رحل الإمام أحمد. بعض الحفاظ ما يرحل مثل مالك ما يرحل، جالس في المدينة، وبعض الحفاظ ما يرحل متأخرا. لذلك الإمام أحمد رحل عبد الرزاق وروى عنه كثيرا، لو ما رحل إذا فاته عبد الرزاق، فاته عبد الرزاق. شيخ ألف مرة بشعبة ذكرت الوليد الطيالسي. مو الوليد، هو أبو داود. أبو داود هو المكثر. كل الاثنين؟ لا هذا غير مكثر، المكثر أبو داود. أبو داود هو صاحبه. نعم. قال أبو عوانة أحب إلي فيه من عبد الواحد، وأبو شهاب أحب إلي من أبي بكر بن عياش في كل شيء، يعني في الأعماش وغيره. قال وابو بكر وابو الاحوص من اقربهما، وقطبه وحفص ثقتان. وقال حرب عن احمد، وابو ابو معاويه اثبت في الاعمش من جرير. وقيل لاحمد ابو معاويه فوق الشعبه يعني في الاعمش، قال ابو معاويه في الكثره وعلمه بالاعمش. وزوى شعبه صاحب حديث يؤدي الالفاظ والاخبار. وقال ابو معاويه عن وقيل له بعد أبي معاوية شعبة أثبت. قال شعبة أثبت في كل شيء، وقد غلط شعبة في بعض ما روى عن الأعمش، وكان زائدا من أصح الناس حديثا عن الأعمش. ما قال الثوري قال وجرير لم يكن بالضابط عن الأعمش. وقال أبو معاوية عنده حديث يقلبها عن الأعمش. وقال أبو بكر الخلال أحمد لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في حديث الأعمش إلا يكون الثوري. وقال يعقوب بن شيبة الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي عرصات القيامة صحيح ما يقال رحمه الله تعالى. وقال يعقوب بن شيبة وبيد الله بن موسى ومحاضر ومندل وابو معاويه وكيع وابن نمير ويحيى بن عيسى كل هؤلاء ثقه في الاعمش. قال وقد تكلم في روايه وكيع ان الاعمش بشيء دفعه عيسى بن يونس. حدثني احمد بن داود لحداني قال قيل لعيسى بن يونس وانا اسمع ان وكيعا سمع من الاعمش وهو صغير، قال لا تقول ذاك، انه كان ينتقيها ويعرفها او قال ينقيها. قال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن سعيد المقري قال سئل عبد الرحمن من اثبت علما في الاعمش بعد الثوري، قال ما اعدل بوكيع احدا. قال له رجل يقولون ابو معاويه، قال فنفر من ذلك وقال ابو معاويه عنده كذا وكذا وهمن. واما حفص بن غياث طبعا هذا على الخلاف، وهذا اختياره، يعني يرى ان وكيعا في الاعمش اوثق من ابي معاويه. ولكن تقدم عندنا بالامس ان احمد بن حنبل يقدم ابا معاويه الا على سفيان، فيرى ان سفيان اوثق منه. والطائفه لا يعدل بابي معاويه احدا لتخصصه بالاعمش. ولا يختلف العلماء ان وكيعا في الجمله اوثق بكثير من ابي معاويه، ولكن ذكرنا مرارا بان التوثيق المطلق لا يعني التوثيق المقيد، فقد يكون المحدث ثقه حافظا ضابطا
ولكن في بعض الشيوخ لا يتقن، كمعمر مثلا ثقة حافظ، لكنه في الأعمش وفي أهل العراق عموما ليس بذاك، كإسماعيل بن عياش مثلا في أحاديث أهل الشام جيد، في أحاديث أهل العراق وأهل الحجاز ضعيف، كأبي معاوية في أحاديث هشام ابن عروة في نظر، وفي أحاديث غيره أيضا قد يخطئ كثيرا، لكن في أحاديث الأعمش متقن وضابط، قد احتج به الشيخان في روايته عن الأعمش. تقدم بالأمس أيضا أن المتقنين لأحاديث الأعمش هم سفيان الثوري وشعبة ويحيى ابن سعيد القطان، ووكيع يعد منهم، لكن ليس بمنزلة سفيان ولا بمنزلة شعبة. نعم. وأما حفص بن غياث فقد كان أحمد وغيره وغيره يتكلمون في حديثه لأن حفظه كان في شيء، وقدمه غيرهم على أبي على وقدمه غيرهم قال أبو عبيد الأجري عن أبي داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يقدم بعد الكبار من أصحاب الأعمش غير حفص بن غياث. قال أبو داود سمعت عيسى بن شاذان يقول يقدم حفصة، وكان بعضهم يقدم أبا معاوية. وقال ابن قراش بلغني عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أوثق أصحاب الأعمش بعد حفص بن غياث. قال علي فأنكرت ذلك ثم قدمت الكوفة بآخرة، فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش، فجعلت أترحم على يحيى وقلت لعمر سمعت يحيى يقول حفص أوثق أصحاب الأعمش، ولم أعلم حتى رأيت كتابه. وروى محمد بن عبد الرحيم يعني كان ما لم يكن يعني يتوقع أن هذا كلام دقيق، حتى وقف على كتابه فعرف أنه هذا كلام نتيجة خبرة ومعرفة بأحاديث، فذلك هو يعد في الحقيقة من الثقات في الأعمش. ولكن ذكرنا مرارا أن الثقات مراتب، ولو كان في الطبقة الأولى قد يختلفون. نعم. وروى حفص محمد بن عبد الرحيم البزار عن علي بن المديني قال كان يحيى يقول حفص ثبت، ثم ذكر معنى حكاية ابن خراش وهذه أصح وتلك منقطعة. وقال ابن معين حفص أثبت من عبد الواحد بن زياد وهو أثبت من عبد الله بن إدريس. نعم. وعبد الواحد بن زياد تكلم الإمام أحمد رحمه تعالى في حديثه عن الأعمش فليضطجع على شقه الأيمن، وأنكر الإمام أحمد رحمه تعالى هذه الرواية وعلى بعبد الواحد بن زياد بأنه قد أخطأ في ذلك على الأعمش، وأن الخبر والحديث الثابت أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، وأن صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الصبح اضطجع ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وحديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش معلول، وهذا من دقائق علم العلل أن الرجل قد يكون ثقة ولكن في بعض المشايخ يكون محل نظر، وقد يكون ثقة في هذا الشيخ ولكن يخطئ أحيانا في بعض أحاديثه. وهو أثبت من عبد الله بن إدريس. وقال الدارقطني أرفع الرواة عن الأعمش الثوري وأبو معاوية ووكيع ويحيى القطان وابن فضيل، وقد غلط عليه في شيء. وقال ابن عمار قال أبو معاوية كان أهل خراسان يجيون إلى الأعمش ليسمعوا منه فلا يقدرون، فكانوا يجيون يسمعون من شعبة عن الأعمش، فكان شعبة لا يحدثهم حتى يقعدني معه فيقول يا أبا معاوية ليس وكذا وكذا، فإن قلت نعم حدثهم. قال ابن عمار إنما يراد من هذا أن أبا معاوية كان أثبت في الأعمش من شعبة. وسئل أحمد ابن وهذا تقدم أن في خلاف محل خلاف، ولكن الصواب أن أبا معاوية من الثقات في الأعمش فلا يقلل من قدر في ذلك، وكان قد أخطأ في أحاديث لا يمنع من توثيقه، وهو من الطبقة الأولى على الصحيح، وإن كان جماعة يعدون في الطبقة الثالثة فهو من الطبقة الأولى، لأنهم يعدون شعبة في الطبقة الأولى، وجماعة من العلماء يقدمون على شعبة في الأعمش،
يقدمونه على وكيع، يقدمونه على يحيى، وجماعة من العلماء لا يرون أحدا يفضل في الأعمش إلا سفيان، ولكن يكاد يتفق الحفاظ لأن سفيان الثوري هو الرجل الأول في الأعمش. متى ولد سفيان الثوري؟ طبقات عندك يذكر المواليد والوفيات؟ وفاته الغالب يذكر الشيخ محمد. نعم أقول يذكر العمر وينقص من الوفاة عشان يعرف. متى ولد سفيان؟ متى ولد سفيان؟ 92 92 يعني غير سبع؟ غير سبع وتسعين أنا 101 صحيح بس هذا أرجع. طيب متى توفي؟ توفي 161 في 161 وابن عيينة؟ ولد في 107 107 في 198 198 شعبة؟ مية وستين. ذكر لنا خمسة بسرعة من أصحاب الأعمش، لأن إحنا الآن في الأعمش. من أصحاب الأعمش سفيان الثوري ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. أربعة هؤلاء. ومنصور بن معتمد. ومن أقرانه. من لسنا أصحاب. فرق بين الرواية وبين الأصحاب. ابن فضيل. ابن فضيل. ماذا ابن فضيل؟ زائد بن أبي زائد حفص الغياث وابن أبي زائد. صحيح. منصور ليس أصحاب. نعم. لا لا لا. ليس من. نروي عنه شيء. نعم. نروي عنه. ما في معنى الرواية. الرواية شيء نتكلم عن الطبقات. نتكلم عن الرواية. ما نقول روى ما روى. هذه مسألة أخرى تكون روى. كنا على الطبقات، نحن كنا على الطبقة الأولى، لو سألتك على الطبقة الأولى أصحاب قتادة من هم؟ أصحاب قتادة؟ إيه. يونس. لا. سعيد بن أبي عروبة. إيه. نعم. وهشام السراي. إيه. وشعبة. حمامة. صحيح. صحيح. وهمام وأبان. وأبان. طيب أبان دونهم أربعة الأول. طيب لو قلنا حماد بن سلمة. نعم يعني هو من روات عنه ذلك ليس منهم ما يضير ما يتحدث عنه أخي يقول روا عنه أسأل عن الرواية طبقة الرواية مع أن منصور بن معتمر من أقران الأعمش منصور بن معتمر يروي عن طائف كابي وبعض أصحاب كابي وائل وطبقة أبي وائل وقد توفي سنة 132 تقريبا 132 تقريبا. نعم الشيخ الحمد مثلا قال الإمام أحمد ما نتكلم عن التضعيف التوثيق نتكلم في ترجيح هذا فلان على فلان إذا اختلف الإمام أحمد علي بن المديني ويحيى بن معين من قدم إذا كان في إنسان عنده قدرة الأخ يقول طبعا سؤال جيد يقول إذا اختلف العلماء أحيانا يقولون فلان يقدم على فلان يختلف العلماء إذا كان الإنسان عنده قدرة على الترجيح بمعنى عنده صبر للأحاديث ودراسة للأحاديث فهذا يعرف طريقة إذا كان ما عنده قدرة على ذلك فإن ينظر الأكثرية من الطبقة الكبرى الحفاظ الكبار ينظر الأكثرية ولكن الراجح كما تقدم ذكرنا قاعدة أنه حتى ولو قيل فلانا أرجح من فلان لا يعني الترجيح المطلق إن هذا لا نعطيه حكما كليا يعني قد يكون في حديث دون حديث وإن كان هو أوثق في الجملة منهم. طيب لو مثلا قلت أنا أتبع الإمام أحمد يعني كل من قال الإمام ما في مانع هذا ما لا مانع منه ما ينكر على الإنسان لو تبع إماما كبار الأئمة في هذا لكن هذا العلم له أهله كان مجرد أن يكون مقلدا إنما صار من أهل العلم من هذا الحال. وسئل أحمد بن حسن السبكري الحافظ من أحب إليك في أصحاب الأعمش قال أبو معاوية أعرف به وأما معمر في الأعمش فهو سيء الحفظ جدا. نعم متى ولد معمر متى توفي متى توفي معمر بن راشد 154 عن كم حتى متى ولد معمر إيه لكن قالوا عن عمر
45. نعم 45. ولد؟ لا لا 96. 96؟ إذا ما صار 45 سنة 45؟ 58. نعم 58 صحيح. طيب عبد الرزاق تلميذه متى توفي؟ 211. صحيح. لا تقريبا احنا ما ذكر، قالوا عن عمر كذا ثم نحن نخصم، هذه تقريبيات تكون هذه. يا شيخ احنا نراجع التواريخ والمولود وفيات نبت نراجع راجع. كنا جاء السؤال ما كنا مطين عليه. انت ما تقيد؟ انا طيب خلاص، مع الممارسة تتقن وتضبط، مع ممارسة ما يأتي التدرج، العلم بالتدرج. عشان دائما صلى الله يقول يا معلم ابراهيم علم فهم سليمان فهم، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وشيئا فشيئا تجتمع عنده العلوم. فالعلوم ما يأخذ جملة، قد تحفظ اليوم مثلا 10 من المحدثين تحفظ موارد وفياء، قد تنسى بعضهم، لكن في المستقبل تراجع تراجع يرسخ في ذهنك. مولد وفيات يعني. أحيانا نعم حتى ينسى مثل هذا، يعني ما فيش كار هنا، لكن أنت لضباء حقت القرائن بعض البعض، من توفي في هذا العام من تولد في هذا العام تستطيع أن تتقن، وأحيانا ما في شيء يثبت أصلا، ما في شيء يثبت أصلا متى كذا ومتى كذا، فأنت تتبع على قدر الطاقة. أحيانا يذكرون متى ولد متى توفي، وأحيانا يذكرون متى توفي ويقول عن عمر يحتمل كذا وكذا، ما في شيء ثابت يعني. وكذا ذكره ابن معين والأثرم والدارقطني، وقال ابن عسكر سمعت أحمد يقول حديث معمر عن الأعمش التي يغلط فيها ليس هو من عبد الرزاق إنما هو من معمر، يعني الغلط. نعم قلنا أن معمر يخطئ عن أهل العراق عموما، فيجب التثبت من ذلك، وليست العلة من عبد الرزاق إنما الخطأ من معمر نفسه. وإذا روى أيضا معمر عن أهل البصرة كان خطأه أكثر، كثابت البناني وأيوب ابن أبي تميمة السختياني وغير هؤلاء. وهو أيضا ولو حدث عن أهل العراق، لو حدث عن الحجاز في العراق قد يخطي، إذا روى عنه عراقي، كما أخطأ على الزهري في غير ما حديث، وإن كان هو من أعرف الناس بحديث الزهري. أستاذ منصور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، قال المؤلف رحمه الله.